السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. والفيديو ده هوريكم مشتريات المعرض، وكنت عاملة فلوج لليوم اللي أنا روحت فيه معرض، هسيبهولكم في الديسكريبشن تحت، لو ما شفتوهوش روحوا شوفوه. أول حاجة، أنا كنت رايحة اليوم ده كده ترفيهي، ما كنتش عارفة أنا هشتري كتب ولا مش هشتري، وما كنتش ناوية على دور نشر معينة، غير تقريبا كنت رايحة أشوف دار الكارما وأشوف العروض اللي عاملاها. كنت ناوية أن أنا أنزل تاني المعرض، لأن أنا ما كملتش حرفيا ساعة في المعرض ومشيت، فأنا كنت ناوية أن أنا أنزل تاني، ولكن تعبت فمش عارفة هقدر أنزل الأيام الجاية دي ولا لأ، خصوصا أن المعرض هيخلص يوم الاثنين. زي ما قلتلكم أنا رحت ساعة ومشيت، أنا ما كنتش ناوية أصلا وما كنتش مخططة أن أنا رايحة المعرض اليوم ده، كنت ناوية أن أنا أروح في أواخر أيام المعرض. بالرغم من اليوم كان مميز، ولكن تعبت بعده بسبب الجو. اليوم ده كان جو كان برد جدا، وكان فيه مطر وكده، فانا جالي برد، وحقيقي انا مش عارفه انا هقدر انزل الايام الجايه ولا لا. وانا بتمشى في المعرض اليوم ده، كان في دور نشر كانت عامله عروض حلوه قوي على الكتب، خصوصا ان اسعار الكتب والورق زادت جدا وغليت، فكان في دور نشر عامله من 10 ل 50، وفي كتب كانت اغلى من كده بس كانت حلوه وكانت هارد كوفر. بصراحه الكتب كانت اسعارها كويسه جدا، ولكن انا قلت هلف لفه وارجع لدور النشر دي تاني، وتهت وما لحقتش ان انا ارجع، وفعلا ما كملتش. وجبت رحت دار كارما وجبت منها الكتب دي، جبت منها 6 كتب. دار الكارما كانت عاملة الكتب بتبدأ من 10 جنيه لحد 50 جنيه، ده كان عرض كده على مجموعة كتب، وانتوا بتختاروا اللي انتوا عايزينهم. اول كتاب جبته يشبه القاهرة زي ما انتوا شايفين، حجمه صغير، ده ديوان شعر لمنة ابو زهرة، بجد عجبني جدا. انا قرأته على فكرة تاني يوم ما اشتريته، وبرده بصراحة الغلاف بتاعه عجبني جدا كده، الغلاف كان حلو جدا. وعموما اغلفة المعرض السنة دي بجد فيها حاجات تحفة تحفة، فده اول كتاب اشتريته. تاني حاجة جبتها من دار الكارما كانت رواية الدائرة السوداء، بصراحة انا جذبني الغلاف برضو، وانا معرفش عن الرواية اي حاجة، ولكن حد من هناك رشحهالي فانا قررت ان انا اجيبها. ولما قرأت اللي على ظهر الكتاب برضو عجبني الكلام اللي فيه، انا مش فاكرة دلوقتي هو ايه بالظبط بصراحة، بس ان شاء الله اقرأها واقول لكم رأيي فيها. وكمان حجمها كان حلو جدا، انا ده الحجم المفضل بالنسبة لي، ما تكونش الرواية كبيرة اوفر وما تكونش برضو صغيرة قوي، بحيث ان انا بحس ان ما خدتش منها اللي انا عاوزاه، او بحس ان هي بتخلص بسرعة جدا. وتالت كتاب اشتريته كان حكايات سايكوباتية، تمام. الكتاب ده تقريبا بيبقى اسئلة وبيتجاوب عليها، لان انا شفت الغلاف من ورا او الظهر الكتاب من ورا كان في نظام اسئلة، هو برضو صغير مش كبير، وده تقريبا كان ب10 جنيه من دار الكارما. عموما انا هسيب لكم كل الاسعار برضو في الديسكريبشن تحت. رابع كتاب كان كتاب شنطة سفر وحيدة لحسام علوان، الكتاب ده تقريبا بيتكلم كده عن حاجات زي نصايح او تطوير ذات او حاجة زي كده، مش عارفة بصراحة. حجمه عجبني جدا، والغلاف برضو عجبني جدا بصراحة، انا اشتريته بسبب الغلاف. يا اما كنت بشتري الكتب بسبب الغلاف ان هو بيعجبني، لان انا ما سمعتش عنهم قبل كده بصراحة، او كان حد بيرشحها لي من هناك يقول لي ان دي مثلا من ترشيحات دار الكارما. وكل الكتب اللي انا وريتها لكم لحد دلوقتي دي اسعارها اقل من 50 جنيه في دار الكارما، مش عارفه انتوا ممكن تكونوا شفتوا العرض ورحتوا جبتوا، لان انا منزله يعتبر الفيديو في اواخر ايام المعرض. خامس كتاب عجبني جدا، جذبني جدا الغلاف بتاعه، اسمه الحجرات لشيرين سامي. الروايه دي جذبني الغلاف بتاعها جدا، اول ما شفتها حقيقي كنت خلاص اللي هو انا عايزه اجيبها، ومتحمسه جدا جدا ان انا اقراها، واول ما اقراها اعمل لكم عنها ريفيو. انا في كذا ريفيو عاملاه بس لسه ما نزلتهمش، مش عارفه ليه، بس هنزلهم قريب وتشوفوا ريفيوهات الكتب الجديده اللي انا قراتها مؤخرا. اخر كتاب او روايه جبتهم من دار الكارما، ده حد هناك برضو رشحولي، اسمه قاهر الزمن. بجد هي كبيره شويه عن الباقيين، بس برضو عجبني الغلاف بتاعها جدا، انا ما كنتش واخده بالي منها، بس حد رشحهالي من هناك، وبرضو متحمسه جدا جدا بصراحه ان انا اقراها لنهايه شريف. وبس كده، دول ال6 كتب اللي انا جبتهم من دار الكارما. بصراحه تعامل الناس هناك كان لطيف جدا، وحبيت حبيت الحاجات اللي منزلينها قوي، وكان في حاجات كمان عجباني بس ما عرفتش ان انا اشتري اليوم ده اكتر من كده. كمان هوريكم مشترياتي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، برضو جبت منهم 7 كتب تقريبا. طبعا الهيئة المصرية العامة للكتاب دايما بتكون زحمة، ودايما الحاجات فيها بتخلص بسرعة، والناس على طول بتبقى عارفة ان هي عاملة تخفيضات تحفة بجد، بتبدأ من 2 جنيه وحاجات كده خيالية. بجد اشتريت منهم كتب عجبتني قوي، اشتريت من سلسلة الجوائز 3 روايات، واشتريت 4 كتب مختلفين، منهم 2 اعتقد دواوين للشعر. اول حاجة جبتها المرأة المسكونة، انا عايزة اقول لكم ان انا اول مرة اروح الهيئة المصرية العامة للكتاب، فانا اول مرة اشوف نظام الكتب بتاعهم ده، انا كنت بشوف في ترشيحات بوكتيوبر مختلفين، بس بجد عجبني جدا الكتاب. الكتاب ده كان 600 وحاجة صفحة، ده اكبر كتاب تقريبا اشتريته،
بجد تحفة تحفة تحفة، عجبني جدا وشكلهم كده حلوين قوي بجد، يعني حابة ان انا احطهم في مكتبتي قوي. وتاني رواية جبتها كانت المؤتمر الاخير، حجمها عجبني وبرده شكلها عجبني، ومتحمسة جدا ان انا اقرأ كل الكتب اللي انا جبتها دي، اسمائها شدتني جدا. والكتاب او الرواية الثالثة اللي انا جبتهم من الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب داي او رواية داي، انا مش عارفه هي بتتنطق كده صح ولا غلط، بس يعني اما نشوف بقى الروايه بعد كده هبقى اعرف هي نطقتها صح ولا غلط. اسماء قصدي اسعار الكتب في الهيئه المصريه العامه للكتاب كانت بتبقى مكتوبه ورا الكتاب، في كل الكتب اللي كانت بتبقى موجوده كان بيبقى مكتوب عليها سعرها من ورا، ده ب15 جنيه، وفي واحد تقريبا فيهم ب10 وواحد اعتقد فيهم ب20. ورابع كتاب جبته كان المرأة الأنموذج، معرفش يعني ايه بس عجبني برضو الغلاف فاشتريته، ولما اقرأه برضو هقول لكم رأيي فيه وهعمل ريفيو عنه، لشمس الدين موسى. والكتاب اللي بعد كده كتاب اسمه بوح السندباد لوائل وجدي، الكتاب برضو عجبني الغلاف بتاعه وعايزة اشوف القصة بتتكلم عن ايه، هي اعتقد ان هي رواية تمام، وهو صدر لي كذا حاجة قبل كده برضو، لو عجبني الكتاب ده فانا هقرأ له تاني. متحمسة بصراحة، يعني حاسة أسماء الكتب شداني جدا وحاجات كده جديدة عليا، فأنا حابة أن أنا أقرأهم كلهم. بعد كده ده معجب قديم لعاطف الجنزي، ده ديوان، أعتقد أنه هو ديوان بالعامية المصرية تمام، برضو حجمه صغير جدا، عجبني في أن هو أن أنا اشتريت السنة دي حاجات حجمها صغير، مش عندي الحجم ده كتير بصراحة، او يكاد يكون مش عندي اساسا، كل الحاجات اللي عندي بتبقى مثلا فوق 150 او اكتر كمان. بعد كده جبت اخر حاجة جبتها فساتين الغيب المزررة لسونيا الفرجاني، وبس كده انا عارفة ان المشتريات صغيرة، ولكن دي كل الكتب اللي انا جبتها، وزي ما قلت لكم كنت ناوية اروح تاني، مش عارفة هيبقى في فرصة ان انا اروح ولا لا بصراحة، بس انا كده كده ناوية ان انا انزل كذا مكان عشان اشتري كتب الفترة الجاية كتير، وبرضو هبقى اوريكم مشترياتي. واخيرا وليس اخرا بعتذر لكم جدا عن صوتي في الفيديو لاني بجد تعبانة جدا، والهيئة المصرية العامة للكتاب مش هتكون اخر مرة ان انا اروح، بجد كان في كتب هناك تحفة، بس انا ملحقتش ان انا اشتري كل حاجة او ابص على كل الحاجات الموجودة، وبسطت جدا بالمجموعة اللي انا جبتها حتى لو هي صغيرة، بسطت جدا بالكتب كلها، وفرحت جدا ان انا اشتريت حاجات من دار الكرمة، بجد كويسين جدا. بس كده دي كانت كل مشترياتي، لو اشتريتوا حاجة من المعرض قولولي في الكومنتس تحت اشتريتوا ايه، وادعولي ان انا اعرف اروح تاني معرض الكتاب، وبجد بجد استمتعت جدا بالتجربه دي السنه دي، واتمنى ان انتوا كمان لو رحتوا تكونوا استمتعتوا وتشاركوني تجربتكم. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم واستمتعتم بيه، ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهات بولي جورنال لكل شهر ومراجعات كتب وروايات. كونوا خير وكونوا بخير، سلام.